بالتوفيق لعبد الصمد زلزولي، تجربة جديدة ديالو مع ريال بيتيس، ولد البلاد وكنبغيو. وما نساوش كيفاش اختار المغرب بدون اي تفكير، عكس اللي دار الزميل ديالو ايدياس اخو ماش. ايدياس اخو ماش اللي تلفات له دابا في فيلا ريال، والمنتخب الاسباني ما غاديش يعيط عليه، انا متاكد منها. وغادي تشوفوا واحد النهار غادي يلتمس باش يرجع للمنتخب المغربي، حيت كنبغيو عبد الصمد زلزولي وكنبغيو مصلحته، نهضروا عليه بعيدا عن العاطفه ولا لغه الدفاع عن الوطنيه والشباب الوطن الى ذلك. زلزولي موهبه كبيره، السرعه والمراوغات، لكن عبد الصمد عنده مشكل كبير وعائق غيكون سبب كبير انه ما يلعبش في فرقه كبيره، وهي العشوائيه في اللعب. صحيح كيقدم الاضافه، وصحيح مع اوساسونا تالق وسجل اهداف الى اخره، ولكن اغلبيه الاوقات عشوائي وعنده ضعف في اتخاذ القرار. فالنهائي ضد مصر هنا في الرباط في كاس افريقيا خسر بزاف الكرات وخسر عده مراوغات، الاسيست للبيت هو اللي شفع عليه. كذلك شحال من مره مراوغات كيديرها كيكونوا ساهلين والخصم كيتوقعهم وكيمشي له الكره، وعده مرات الوقت اللي خاصو يباسي ويلعب مع اصحابه ما كيديرهاش، وحاني راسو ما كيشوفش يعني في الجنب ديالو تموقع ديال اصحابه. معليناش، هو عنده القوة واللمسة اللمسة الأخيرة قدام المرمى، إلا حطيتي الكرة ما يزقلهاش كيماركي، ولكن الأشياء الأخرى اللي أشرنا إليها خاصو يحاول يتحسن ويخدم على راسو شوية باش يزيد القدام، حتى هو نشوفو شي فريق كبير إن شاء الله في المستقبل، ونشوفوه لأنه هو مستقبل الهجوم المغربي. خصو يتعلم من فينيسيوس اللي كيعقل على فينيسيوس ديال ريال مدريد كيفاش كان في الاول، ولكن دابا كيفاش ولا نضج، يعني تعلم بزاف الحوايج. كنتمنى التوفيق لعبد الصمد الزلزولي، اكيد هو فاهم هادشي وباغي يتطور، داكشي علاش ما بغاش يبقى في البارسا، ما بغاش يبقى جالس في الاحتياط، ضروري بغا يمشي يلعب باش يطور من راسو، خصوصا انه مازال صغير في السن. بالتوفيق لعبد الصمد الزلزولي مره اخرى مع الفريق ديالو الجديد.